Hello and welcome to the news from Bahrain International. I'm Sarah Lebrick. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa was at the forefront to receive the Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, upon his arrival in the country on a fraternal visit to Bahrain. His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa and a number of their highnesses and senior officials were also at the reception. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, in the presence of His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, the personal representative of His Majesty the King, His Highness Sheikh Abdullah bin Hamad Al Khalifa, the representative of His Majesty the King for Humanitarian Work and Youth Affairs, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, the First Deputy President of the Supreme Council for Youth and Sports, President of the General Sports Authority, and President of Bahrain Olympic Committee, His Highness Sheikh Khalid bin Hamad Al Khalifa, received at Sakhir Palace a number of capital governance citizens within the framework of His Majesty's keenness to meet with Bahraini citizens on the occasion of the holy month of Ramadan, where they greeted His Majesty the King and congratulated him on the occasion. They prayed to Allah the Almighty to bless His Majesty with abundant health and happiness and further progress, prosperity and safety for the kingdom under His Majesty's wise leadership. They expressed their appreciation for His Majesty's directives to implement major development projects in the capital governorate. The meeting began with the recitations of verses from the Holy Quran. حفظه الله ورعاه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل عام وأنتم بخير خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم بارك يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة His Majesty the King then delivered a speech on the occasion. بإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن لقاء اليوم لهو فرصة طيبة ومفرحة للترحيب بكم في هذا الجمع الخير ليعود وصلنا كما نحب أن يكون والذي نرجو من الله أن يديمه علينا ونحن نستقبل شهر الرحمة والمغفرة وهو يهل على البحرين الغالية وجميع أهلها الكرام بفضل من المولى القدير باليسر والبركات الإخوة تمر البشرية جمعاء بظروف غير مسبوقة من حيث شدتها وتعدد تحدياتها فالعالم كما نشهد يسعى لحماية إنسانيته ويواجه بشجاعة شرور الحروب والفتن وجميعنا يتفق بأن السبيل لذلك هو العمل المشترك لإحلال السلام وإرساء دعائم الاستقرار مهما صعب الأمر أو طال الزمن ولا يسعنا هنا إلا أن نشكر المواطنين الأعزاء الذين لنبل طباعهم وسمو أخلاقهم أصبحوا مثالاً في التعايش والتسامح لتبقى بلادنا وكما يعرفها العالم موطن الحضارات الإنسانية المتآلفة زادها في ذلك علم أبنائها
وبناتها وإيمانهم التام بتلك القيم السامية، ليكون خير من ينشرها ويعمل بها. وهذه هي رسالتنا لجميع أهالي المحافظات بمملكتنا الغالية في مثل هذه الأوقات المباركة. وشكراً من أعماق القلب لكل من يسعى مخلصاً لأجل رفعة الوطن وحفظ أمنه وأمانه، مع خالص الدعاء بأن يعيد عليكم الشهر الفضيل بالخير والسعادة، وأن يجزينا وإياكم خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة أهالي محافظة العاصمة يلقيها نيابة عنهم السيد يوسف صلاح الدين. Then delivered a speech on behalf of the capital governance citizens, in which he congratulated His Majesty the King on the holy month of Ramadan, expressing thanks and gratitude for His Majesty for meeting them and wishing him abundant health and happiness. Salah al-Din recalled with pride the development march in the kingdom led by His Majesty the King, expressing pride in the directives and follow-up of the government led by His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, which resulted in containing the pandemic, mitigating it, and controlling its repercussions. He stated that His Majesty the King's reform project has elevated the citizens' status and promoted their full and undiminished human rights, which made Bahrain a country of security and stability. He held the achievements made during His Majesty's era, including modern housing towns, developed health facilities, and remarkable educational establishments. He also commended the humanitarian initiative of increasing the application of the alternative penalties law, which embodies the highest humanitarian values and makes Bahrain a model in sustainable and comprehensive development fields through remarkable initiatives that enhance the kingdom's status. Salah al-Din affirmed the keenness of the governorate to enhance national belonging, establish the principle of community partnership, and uphold the values of social responsibility. He wished His Majesty abundant health and happiness and pledged the governorate's continued loyalty to His Majesty the King. Sayyidi Hadrat Sahib al-Jalala, إننا وإذا نسير في طريق التعافي وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد الجائحة الصحية التي أصابت العالم كله، نستذكر وبكل فخر والاعتزاز مسيرة النهضة المباركة التي تقودونها جلالتكم باقتدار، معبرين عن اعتزازنا بتوجيهاتكم السديدة ومتابعة حكومتكم الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، والتي لها الفضل بعد توفيق الله عز وجل في احتواء الجائحة والتخفيف من حدتها والسيطرة على تداعياتها، حيث أسهمت في الحفاظ على المكتسبات ومواصلة مسيرة الإنجاز والتقدم، كما برهنت على كفاءة وقدرات فريق البحرين الوطني. سيدي، لقد أعلى العهد الإصلاحي لجلالتكم من شأن المواطن وعزز حقوقه الإنسانية كاملة غير منقوصة في أجواء تسودها الوسطية والتعايش والانفتاح، واستناداً إلى ركائز راسخة من الوحدة الوطنية وسيادة القانون، الأمر الذي جعل من البحرين واحة من الأمان والاستقرار ومهداً لحقوق الإنسان كثقافة وطنية مترسخة، مشيدين بالإنجازات التي تحققت في عهد جلالتكم الزاهر من مدن إسكانية عصرية ومرافق صحية متطورة وصروح تعليمية مرموقة ومشروعات حيوية للارتقاء بالبحرين وشعبها. كما نثمن عالياً المبادرة الإنسانية من لدن جلالتكم، والتي تحمل معاني الرحمة والعفو والتسامح، والمتمثلة في التوسع بتطبيق قانون العقوبات البديلة. هذا التشريع النوعي
الذي يسهم في تقويم سلوك المستفيدين من هذا القانون وعودتهم لمجتمعهم أعضاء نافعين، إذ تجسد مبادرة جلالتكم أسمى قيم الإنسانية وتجعل البحرين نموذجاً يحتذى به في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة من خلال مبادرات نوعية تعزز المكانة المرموقة للمملكة ضمن عهد جلالتكم الإصلاحي. سيدي حضرة صاحب الجلالة، من أبرز الإنجازات التي تحققت ونفخر بها في محافظة العاصمة اعتماد منظمة الصحة العالمية المنامة مدينة صحية كأول عاصمة في إقليم شرق المتوسط في إنجاز دولي جديد يضاف إلى سجلات البحرين في مجالات الصحة والبيئة والتنمية الاجتماعية والحضرية. ولم يكن لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا ما تحظى به البحرين عامة ومحافظة العاصمة خاصة من اهتمام ورعاية كريمة من لدن جلالتكم حفظكم الله ورعاكم، والمتابعة والتوجيهات السديدة من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لتكثيف الجهود الرامية لتحقيق حاضر ومستقبل أفضل لجميع المواطنين في مملكة البحرين. وإننا في محافظة العاصمة لنؤكد لجلالتكم حرصنا على المضي قدماً في التوسع بتطبيق هذا البرنامج الدولي الرائد في مختلف مناطق وقرى المحافظة، تحقيقاً لتطلعات جلالتكم نحو الارتقاء بالوطن والمواطن في مختلف المجالات، وإعلاء لمكانة المملكة في كافة المحافل الدولية. كما نؤكد مضي محافظة العاصمة في العمل على تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية وإعلاء قيم المسؤولية الاجتماعية والتي تنهض بها وزارة الداخلية في إطار تعزيز الثوابت الوطنية والترابط المجتمعي كمرتكزات أساسية في أمن وسلامة المجتمع وتماسكه. وفي الختام نتضرع إلى المولى عز وجل أن ينعم على جلالتكم بطول العمر ويديم عليكم موفور الصحة والعافية، وأن يحفظكم لمواصلة مسيرة الخير والنماء في مملكتنا العزيزة، مؤكدين أن أهالي محافظة العاصمة على العهد والولاء يبادلونكم الحب والإخلاص. ودمتم سيدي ودام عزكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الجلالة، أيها الحضور الكريم، يلقي الشاعر محمد هادي الحلواجي هذه القصيدة. Then poet Muhammad Hadi Al-Halwaji recited a poem to His Majesty the King on the occasion. لا يرتقي المجد إلا من به شغلا، لا يرتقي المجد إلا من به شغلا، ولا يروم العلا إلا الذي عملا، ولم ينل سؤددا من عاش في دعة وعن مواجهة الأحداث قد ذهلا، والمرء مهما ارتقى من غير تجربة حتما سيلقى بذات الشوكة العضلا، لا بد للمرء أن يسعى وإن قصرت يداه أو قصرت رجلاه أو ثقلا، فلا استقام لدى اللأواء ذو ثقة إلا إذا واجه الأحداث أو بذلا، ولا تقدم يوما من به كسل ولم يرد عن نعيم اللذة الحولا، وقد أرى المرء يغدو في مراوحة إذا تردد حين البأس أو خذلا، وربما ضل سعي أو تجاوزه الرأي الصواب إذا ما لم يكن عجلا، والحزم
ألا يرى الإنسان عائقة إلا وخط لها من حزمه بدلا، وغاية الجود أن تأتي بمكرمة تكون فيها ومنها أنبل النبلا. فربما ظل من يخشى عواقب ما يبدي من الصدق أو لم يتبع العقلا. وقد أقول بأن الشعر علمني بأن من قال صدقا ربما عذلا، وربما لامني قوم على ثقتي في من أحب وقالوا ضل أو جهلا، فقلت لا والذي أحيا الوجود أنا لم أقترف أبدا في حبه زللا. فهو الكريم الذي في كل حادثة يعطي العطاء بكف يغرق البللا، وهو الحليم الذي من طيب عنصره على السماحة والإحسان قد جبلا. وهو الحليم الذي من طيب عنصره على السماحة والإحسان قد جبلا، حاشاه أن يتوانى عند معضلة وألف حاشاه أن تلقى به كسلا. حاشاه أن يتوانى عند معضلة وألف حاشاه أن تلقى به كسلا. فلا تلمني إذا ما جئت ساحته في كل حين بشعر باسمه ثملا، شعرا به لم أقل إلا الحقيقة إذ في كل حرف به البرهان قد كملا. 20 عاما مضت والخير متصل، أنعم بخير بها قد كان متصلا. فقل له يا أبا سلمان تهنئة مني إليك تغطي السهل والجبلا، وقل لسلمان عني 1000 تهنئة وكيف لا وهو عند الشدة ابن جلا. نجل الأكارم من عليا أوال، ومن إن قال قال صوابا يرتق الخللا. بشرى بشهر صيام كله نعم والخير فيه من الرحمن قد قبلا. وجئتكم يا أبا سلمان في فرح لأنني صوت شعب باسمك احتفلا. وقد أتيتك أرجو منك مسألة، والله ما خاب من للجود قد سألا. وقد أتيتك أرجو منك مسألة، والله ما خاب من للجود قد سألا. أنت الكريم الذي من بطن راحته غيث السحابة مثل الودق قد هطلا، وأنت من كل حرف في مدائحه كأنه عقد در باسمك اكتملا. جد لي بقربك يا مولاي، قافيتي من دون قربك تشكو العي والعللا. فأنت من باسمه يحلو القصيد، ومن في حبه وحي حلو الشعر قد نزلا. وأنت من لا أرى في الحرف فائدة ما لم يكن باسمكم يا سيدي جملا. وأنت من لا أرى في الحرف فائدة ما لم يكن باسمكم يا سيدي جملا. والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, in the presence of His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, received at Sakhir Palace the GCC Secretary General Naif bin Falah Al Hajraf upon his visit to the kingdom, where he congratulated His Majesty on the holy month of Ramadan, wishing His Majesty many happy returns and Bahrain and its people for their progress and prosperity. His Majesty the Secretary General exchanged congratulations on the occasion of the holy month. They reviewed a number of GCC affairs and topics, especially with regard to advancing the GCC march towards achieving the aspirations of the GCC people of more cooperation and integration. His Majesty the King hailed the outstanding achievements made by the GCC Council at various levels and its high status at the regional and international levels, as well as its active role in consolidating the pillars of security, peace and stability in the region and supporting efforts aimed at reaching peaceful solutions to its crisis. His Majesty expressed appreciation for the efforts exerted by Al Hajraf and the General Secretariat's members in advancing the Council's march and enhancing coordination, integration and interdependence among its countries to make more achievements at all levels. For his part, Al Hajraf expressed his thanks and appreciation to His Majesty the King for his keenness to support joint Gulf action and make more achievements and gains for the GCC people and strengthen cooperation and solidarity among member states to achieve the goals of the Gulf system. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa held a telephone call with the Jordanian Deputy King and Crown Prince, His Royal Highness Prince Al Hussein bin Abdullah II. His Majesty the King was assured about the Jordanian monarch's health, congratulating the Crown Prince on the success of the surgery King Abdullah II had undergone recently, wishing him abundant health. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa issued Royal Decree 16 of the year 2022, appointing the following officials at the Ministry of Interior: Major General Abdullah Muhammad Ibrahim Al Zayed, Inspector General with the rank of Under Secretary; Major General Sheikh Hamad bin Muhammad bin Abdullah Al Khalifa, Deputy Chief of Public Security with the rank of Director General; Brigadier Muhammad Abdullah Ahmed Al Haram, Deputy Chief of Public Security for Operations and Training Affairs with the rank of Director General; Sheikh Masha'il bint Khalifa bin Hamad Al Khalifa, Assistant Under Secretary for Planning and Organization. The Minister of Foreign Affairs, Dr. Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, affirmed that the election of Bahrain to the NGOs Committee for the period from 2023 to 2026 during the vote that took place at the United Nations Economic and Social Council reflects the international recognition and appreciation the Kingdom enjoys under the leadership of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa. The Minister of Foreign Affairs noted that this achievement builds on the Kingdom's efforts in promoting respect for human rights at the national and international levels. He also added that the achievement reflects the efforts of the government of Bahrain and its integrated strategies headed by His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa in interacting and fulfilling international obligations and strengthening the foundations of partnership and dialogue with various countries. Bahrain hosted ITHRA program, which is an international teachers forum that aims to develop different teaching skills as well as promote new perspectives of learning that can be implemented within educational institutions according to the highest quality standards and based on both students' and teachers' future needs. To speak more about that, we are joined over the phone by the Dean of Bahrain Teachers College, Dr. Ted Purinton. Hello, Dr. Ted. Can you tell us a little bit about the ITHRA program and what it has achieved after a year of sessions for the improvement of Bahraini teachers? Yes, it really is a hallmark of the progress that Bahrain has made on developing instructional performance and improving the quality of learning in the country. The ETHRA Forum, which was organized with the cooperation of the Organization for Economic Cooperation and Development, brought together global experts on education to provide professional development and renewal for teachers across the country, and to increase their performance and their excitement in their work and their service to students across the country. Marvelous. And that was the Dean of Bahrain Teachers College, Dr. Ted Purinton. Thank you for joining us.